لقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن النضر بن جنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم. أحسنتي الطالبة الصغيرة ليلاس خنطماني. أحسنتي يا ليلاس.